أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي مساكن. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. علاش أولادنا تحت جناحنا؟ لأن الأولياء دائما عندهم تساؤلات باش يربي أولادهم بالطريقة السليمة. بالمرات تساؤلات بسيطة والأجوبة تكون أبسط، ولكن وين راح يسيبوا هذه الأجوبة؟ هذه يقدروا يسيبوها في الحصة نتاعنا، وكاع الحصص يقدروا يسيبوهم عبر موقع الإنترنت أولادنا تحت جناحنا.com. اليوم موضوع مهم جدا هو مرض التوحد، الأوتيزم. الأوتيزم أنا نظن أي عائلة عندها نونفون أوتيست ولا أي حاجة ماهيش سهلة. دونك ماذا بهم يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذه الحالة، وما هما أبسط النصائح اللي نقدروا نعطوهم لهم. اليوم راح يرافقني الأستاذ بالخلفة مراد. مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ محاضر بجامعة باب زوار. تفضل تفضل، شرفتنا 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 أستاذ شرفتنا. معايا كذلك الأستاذ لابري نور الدين، 39 سنة في مجال التربية والتعليم. تفضل أستاذ. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. بارك الله فيك. معنا كذلك الأستاذة هواري ميليسا، إتيديونت ماستر 2. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا مدام. مرحبا بك. مرحبا بك. معنا كذلك تجربة حية، أون إتيديونت دو روشيرش، طالبة باحثة، عليش خولة. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي مدام، شرفتينا. وفي كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يجي يدير الواجبات المدرسية نتاعو هنا، باش نتوما ثاني أطفال تروحوا ديروا الواجبات. معنا الطفلة ميرات. روحي بنتي، واش راكي بنتي؟ لاباس. لاباس بنتي؟ شحال في عمرك؟ عمري 10 سنوات. 10 سنوات، واش مسالة تدرسي؟ أدرس السنة الرابعة ابتدائي. الله يبارك. الله شاطرة؟ نعم. ماذا حاجبت المعدل؟ 8.47. واو، سبيحة 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 سبيحة. أنا نحب اللي يقرأوا مليح. بابا وماما فرحانين بك. ها؟ نعم. طيب مليح. الله يبارك الله يبارك. بنتي كيفاش تديري الواجبات المدرسية تاعك؟ هل تديريهم بانتظام ولا تستني حتى بابا ولا ماما يقولوا لك، ولا وحدك عندك طريقة تعمل؟ واجبات المدرسية أنجزها عندما أصل إلى البيت، أشرب حليبي ثم أبدأ بإنجاز التمارين التي أعطتنا إياها الأستاذ. الله يبارك الله يبارك. واش حبيت نعرف في نهاية الأسبوع الجمعة والسبت تقراي واش ديري؟ ولا تقراي الجمعة والسبت ولا غير النهار ولا وقتاش تقراي؟ في ايام العطله. الدروس عطله نهايه الاسبوع. في عطله نهايه الاسبوع يوم الجمعه صباحا العب قليلا. ثم في المساء ادرس، ويوم السبت ادرس. تقراي الجمعه العشيه والسبت كاع النهار؟ نعم. مليح. لازم، ولكن جيد انك نظمتي وقتك، وجيد انك، ولكن الطفل لازم له يلعب شويه. تلعبي شويه مع صحاباتك وكامل. نعم. برافو بنتي. دونك شاطرة في القراية وتلعبي مع صحابتك في نهاية الأسبوع شوية يا أخي. نعم. إذن يا أطفال أنتم تاني لازم تنظموا وقتكم. إذن ميرات تفضلي بنتي، وجدنا لك هذاك المكتب تروحي تديري فيه الواجبات المدرسية تاعك. مرحبا بكم. مرحبا بكم معنا. إذن ضيوفي مرحبا بكم. اليوم حبينا نتكلموا على هذا الموضوع المهم المهم. احنا ماذا بينا العائلات الجزائرية والجزائريين كامل يعيشوا مرتاحين. أنا نعرف باللي واحد كي يعرف باللي ولده عنده مرض التوحد الأوتيزم، نعرف باللي شغل السمطح عليه، يعني حاجة ما بالك إنسان دفع ولدك عنده الحمى بركش تقلق عليها. لو كنت تعرف باللي ولدك اللي أوتيست يعني شيء رهيب. دونك احنا نتمنوها حتى الواحد، ولكن مالوريزمون الدنيا دايره هكذا. كاين عائلات اللي عندهم اطفال مصابين بهذا المرض هذا. احنا رانا اليوم مع اخصائيين باش نجاوبوا على بعض تساؤلات باسكو لي بارون ما همش اوكان بارون ني بري، يعني حتى ولي امر ولا مرو موجد روحه لاي مرض لاي مرض. دونك احنا ماذا بينا عبر هذه الحصه معكم انتم المتخصصين نعطوهم بعض النصائح كيفاش يتعاملوا مع هذه الحالات. اليوم راح نشخصوا هذه الحاله هذه. ماذا بيا نبداو
مع الأستاذة هواري ميليسا إتيديونت ماستر 2 في البيوتكنولوجيا والصحة بجامعة باب الزوار. ماذا بينا أستاذة تعرفينا هذا المرض وش هو؟ يعني الناس كيفاش تعرفوا كيفاش ماذا بينا تكلمينا على هذا المرض هذا؟ تفضلي. يعطيك صحة. تو دابور ميرسي بوكو، السلام عليكم، ميرسي نو زافوا. مرحبا بك. مرحبا بك. الوغ التوحد هو سي ان تروبل، مرض الذي يصاب 1% من لا بوبولاسيون مونديال. 1% من في العالم، في العالم مصابين بالتوحد. نعم. عدد هائل يعني. كبير. نعم. وفي الجزائر حوالي 80,000 شخص مصاب. 80,000 حوالي، يعني عدد هائل يعني. نعم. وهذا لو تروبل جينيرالمون يي سمانيفيست لي بروميير زاني سما ا بارتير دو 2 ans ديجا لي بارون ils comparent leur enfant avec d'autres enfants de la famille, des amis et tout. Donc et في أولى السنين نتاعو يبان. 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 Avant l'âge de 3 ans, يبان. D'accord. Il y a des généralement بين عامين وثلاث سنين هكذا. نعم. بين عامين. Parce que il le compare à d'autres enfants. Par exemple, quand ils tiennent leur enfant, quand il lui sourit, l'enfant ne sourit pas. ما يتبسملوش، ما يتبسملوش. وكي يغزر فيها الطفل ما يغزرش فيه في عينيه. يغزر ا دروات ا غوش. Il est très distrait. Il évite le contact visuel avec le parent. هذه انا شفتها مع الاطفال بون من خلال جوالاتي وكامل، شفت الاطفال لي زوتيس جينيرالمون ما يشوفوش فيك هكذا، يشوفو سون ديستري كامل. توجور معزلين، جامي ما يقعدوا ما مع اطفال ولا ما يقعدوش معاهم، ما يلعبوش معاهم، ما يحبوش يتخلطوا معاهم. يحبوا دائما يقعدوا وحدهم. سيبوا وحدهم. فوالا، باسكو لي زونفون اوتيست، ils ont des troubles du comportement, ils ont des troubles de la communication, mais ils hadrouchent. Beaucoup de parents qui... Est-ce que ils hadrouchent? Mais généralement, ils hadrouchent. Déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans, généralement, ils ont des problèmes. Ils ne communiquent pas. Donc, c'est un mouachir l'oul, les parents... لان لو لونغاج جينيرالمون لابرونتيساج دو لونغاج ا 3 ans طفله ويهضر خلاص. دونك هذا سي ان برومي انديس كي تشوف وليدك ما يهضرش. ممكن عنده يعني روتار دو لونغاج تاخر الكلام، ولكن ممكن بعد شهر يكون عنده الاوتيزم هذا. اوكي. مي اسكو ما يهضرش؟ ما يهضرش. نو ما يهضرش. ميم افون 3 ans لي زوتر انفون ايميت دي بتي سون. هو والو والو والو. ومن بعد اسكو يقدر يهضر كاش نهار؟ وي بيان سور. مي سي سا لو بروبليم سي كيزون بوكو دو روتار. باغ اكزومبل هو اوليو كيبدا ا 3 ans يقدر يبدا ا 5 ans 6 ans. هنا وين نتكلموا من بعد على بريز اون شارج؟ لا بريز اون شارج وي، افيك اون اورتوفوني سي دي بيدوبسيكياتر اي دي بسيكولوج. سي بور سا مي سي سا بارمي لي بروميي سين. Il ne parle pas et il évite le contact visuel. Il n'imite pas les expressions de ses parents et des gens qui le regardent. C'est ما ما on dirait que ما يتعاملش معاهم، كل اللي راهو وحده في عالم واحد اخر. Il réagit pas، ما عندوش رد فعل. Voilà, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Et il y a beaucoup de formes d'autisme. C'est ma machine, gars, les enfants, ils ont les mêmes formes d'autisme. Il y a 80 000 personnes en Algérie, il y a 80 000 cas différents. Tout le monde, tout le monde, ou qui fait chier, il y a un peu de temps. Par exemple, il y a un peu de temps rapidement. Il y aura toujours un peu de temps. Jamais il ne se met pas avec les gens, mais il ne se met pas avec les gens. Par exemple, d'autres signes. دي سين ريبيتيتيف زعما كيما مع يدو زعما يقعد غير يصفق باغ اكزومبل دوتر سين تاني سي يعاودوا هذاك لو جيست يعاودوا بلا ما يفيق بلا يعاود فيه سي سا وي سي سا يعاودوا هكا عندك يا اوسي دوتر جيست لونفون اي تري سنسيبل très sensible au bruit, حساس au bruit. Par exemple, un tout petit bruit peut lui faire très très mal. Il supporte pas. شفتهم انا مثلا دي فوا كي كنت ندير الجوالات وندير حفلات الاطفال وكامل كانوا يجيبوا لي زونفون اوتيست. من بعد تشوف هذاك لونفون شو اللي بيرتوربي بالحس. من بعد باش انا ما كانش على بالي بلي سي دي زونفون اوتيست هما بون على نيتهم وكامل. من بعد فقنا بلي ما يحملوش الحس. ما يحملوش الحس. اي زون سوفون دي كريز. ايزون دي كريز دانغواس. Ils ont des crises de colère sans raison. Ils peuvent être subitement être très très en colère. Ils redoublent d'une manière vraiment vraiment forte. Ou par exemple sans raison, ils pleurent ou ils traquent belbezef. Ce sont des comportements que les autres enfants mais ils ne tiennent pas ça. C'est ma déjà hadouma. Ce sont les premiers signes. Les chalil ab ou les om ils intbah ou ils déoulent ou la bintou la mukhassis. D'accord. Et بعد كي يدخلوا الشك ويدي وليدو للطبيب. Oui. واش هي المرحلة الثانية؟ جينيرالمون كي يدو عند المخصص واش يدير؟ ديجا يفيريفي بلي ما عندوش مرض واحد آخر.
سي سا يفيريفي بلي اسكو الطفل كي زعما يعيطوا له ما يدوش باسكو عنده بروبليم بالك في ودنه بالك ما يسمعش ولا ديجا يفيريفي بلي يسمع داكور يفيريفي انشيت فور اون باتري دو تيست هكذا بور اليميني يعني ينحي كاع الاحتمالات كاع الاحتمالات باش يوصل له باش يوصل للتوحد اون فوا كي يوصل للتوحد نورمالمون كاين اون بريز ان شارج من عند ان بيدو بسيكياتر دي بسيكولوج مي اوسي دي اورتوفونيست D'accord, le langage. Pour le langage, pour essayer de... Il faut essayer de faire sortir l'enfant de son monde, essayer de le... l'environnement d'accord, d'accord. Et plus la prise en charge est précoce, قد ما الطفل اللي يكون صغير كي يدوه عند الطبيب قد ما عنده دي شانس باش يكون كي يكبر واعي كتر سما كي يدو كي زعما واحد على بالو يشوف بلي وليدو ما راهوش كيما الاخرين يفو مي كي يديه تمتم الواحد علاش بلي ربي كاع الامراض كاع الامراض كي يكون تشخيص مبكر يعني تبرا بلو فيت سي سيغ لا غيريزون اي بوكو بلو رابيد دونك حنا هذه نداء نديروه الاولياء الا شكيتوا بلي وليدكم عنده اي شيء اي شيء ما تقولش لا لا بالك راه عيان ولا كذا ولا لازم تروح تديه للطبيب لان التشخيص المبكر راح يعاونوا بزاف باش يبرا مدى بيا دكتور بالخلفة مراد أستاذ محاضر متر دو كونفيرونس اي شيرشور اون بيو تكنولوجي بجامعة باب زوار مدى بيا تعطينا الاكسبيريونس نتاعك وتعطينا يعني كيفاش نقدروا نوضحوا للناس الصورة أكثر تحت التوحد هذا تفضل أستاذ يعطيك الصحة أنا جد سعيد بوجودي هنايا الله يخليك هذا سوزا بيرميت سوغتيغ أن تي بو دو نوت لابوغاتوار الله يبارك ونفيدوا الشعب الجزائري بيان سور بيان سور العلم اللي ما يفيدش منه ما يسعر يعني بالضبط بالضبط هاي دونك حنايا في بور لوتيزم ولا لوتيزم توحد ولا بالقبيلية أكرو ذا وحشية دونك هذه بالقبيلية ولا انتيغري ريسامون مرض اللي كان جينا نخدموا عليه c'était dans un cadre. Le cadre que nous avons travaillé, c'était un cadre. Le deuxième plan, le président de la République, il a lancé un plan national de l'autisme. Nous avons dit qu'il y a un plan national, qu'il y a un problème. Donc nous avons travaillé sur l'autisme. Nous avons travaillé sur le mal de Zohaymer. Qui a été dit qu'il y a un autisme, nous avons dit qu'il y a un problème. Le problème du mal de Tawahoud, c'est que le mal de Tawahoud, عوامل بزاف كومبليكي كومبلكس اي لي بيدو بسيكياتر تاع فرانس فانون لوبيتال فرانس فانون قالوا لنا بلي عندنا مشكل في التشخيص المبكر تاع مرض التوحد انوك عندنا لا باتري اللي هضرت عليها من قبيله لا باتري اللي استعملوها دو كومبورتمون ما تكفيش باش نشخصوا هاد الامراض وعلى بالك ثاني بلي كاين توحد كاين انواع يعني هذاك واش قالت لنا ميليسا قالت كاين بزاف انواع فعلا كاين كي قالت كاين 80000 كل واحد ان كا ديفيرون انا خفت قلت كيفاش راح يتعاملوا معاهم وهذه هي اللي صعب المهمه تصعب على الاطباء كيفاش يشخص دونك حنايا كاين اسبيرغار باغ اكزومبل اسبيرغار هو اوتيزم بصح سي دي زونفون انتيليجون هايبر انتيليجون هذا نوع من الاوتيزم حنا نشوفوه مرض بصح هو اونكور فايده اكثر الطفل اللي كان بالك تسيب عنده دي تروبل دو كومبورتمون ولا حاجه ولكن الانتيليجونس تاعو اللي انتاكت اللي ايزولي بصح اللي تري انتيليجون كاين ميم دي زوتيست في لانازا تري بيان مي هذا لو جور دوتيست هادو بالك ما عندهمش لي كريز ما عندهمش يعني انا هذا اللي حبيت ما عندهمش دي كريز فعلا سي سا هو يعني هذاك لو كونتاكت سوسيال هذاك جينيرالمون لي زونفون اوتيست باسكو والديهم ولي الامر واش هو اللي يقلقوا كي يشوف وليدو معزول لانه كاع الناس تحب وليدو يلعب وليدو يضحك وليدو دونك هذيك العزله هذيك اللي تخلقهم في كل حالات هي الانعزال كاين عند كاع لي زوتيست حنا دركا كي دينا لو بروجي كاين ميليسا وخولا اللي هم في البروجي دو ريشيرش اللي رانا نديرو فيه مع لوبيتال فرانس فانون اللابوراتوار تاعنا في بيولوجي سيلولار موليكولار ديريجي بار البروفيسور طويل بوكوفا أيوة اللي قمنا بدينا نريكيبي ونفهموا الاولياء باللي ران كاين بحث ران يقوموا به باش نعاونوهم وماشي حاجه سهله باسكو باش تنحي الدم ان تيب دو سون عند ان اونفون اوتيست ماشي حاجه سهله ماهيش سهله اكزاكت دونك حنا هذاك ديجا باش تهضر معاه ولا تمسو باش تهضر معاه يعني باش تمسو ديجا سي تري ديفيسيل سي سا لو سون كون ريكيبيري دونك حنايا نشوفوا العوامل الوراثيه شوفوا لك كاين عامل وراثي اللي فعلا يدخل
وعندنا ثاني نشوفوا المناعه تاعو، باسكو على بالنا باللي كانت السيستيم ايميتير تاعو اللي ديفايون. هذا لو سيستيم ايميتير يقدر يتسبب في الكومبورتمون، يتبدل في الكومبورتمون، وهذا اللي كان اللي يدل على انه كاين بزاف لي تيب دوتيزم. حنايا بدينا نخدموا بيان سور وزاره الصحه كانت معنا تشجع فينا. ان شاء الله هنورا بلوس دو فينونسمون، وراح نوسعوا الاطار. حنا ندير لهم نداء، يفو فينونسي لا ريشيرش، هذا الشيء مفروغ منه، لانه بالعلم تعلو الامم، هذا الشيء مفروغ منه، والعلم سون فينونسمون ما كانش، دونك لازم لا ريشيرش. هذا نداء انا نوجهه منا، يفو فينونسي لا ريشيرش. يعطيك الصحة، مشكور جدا. دونك حنايا رانا نخدموا، وان شاء الله ان شاء الله لي ريزولتا الاولين راح يخرجوا في صغار الماد جوان ان شاء الله. وبيان سور راح نديروا اون جورني سونسيبيليزاسيون بور تو لي بارون، لي بارون لي اسوسياسيون، نعرضوهم باش نعرفوهم واش رانا نديروا في هذا الاطار. حنا لازم تعرضونا. اما بيان سور سي كلير، احنا ديفو بخي رانا معاكم ان شاء الله. دونك دكتور، من خلال هذا لي ريشيرش كاين امل شويه يا ان اسبوار يا كاين ان غران اسبوار، باسكو لوتيزم يفو سافوار كي يكون بري اون شارج بكري سادير لي ريفيرسيبل، سادير يقدر يولي نورمال، يسانتيغ لونفون بلو نورمالمون بوسيبل، يولي يهضر، يولي يقرا، دونك في ليكول دونك يوغا اوكان بروبليم. دونك سي جو بونس التشخيص المبكر هو الحل من اجل إعادة الطفل للمدرسة. إذن يا أولياء التشخيص المبكر، أولادكم هما رأس مالكم، ما تستهزاوش إذا كان حسيتوا بلي كاين أي حاجة، وخاصة دو توت لي فاسون حنا كاع الحصص اللي درناهم اللي قيسوا الطفل في السن المبكر حتى لثلاث سنين أربع سنين، يعني كل الأمراض كل اللي تكلمنا عليهم إيتو كلهم هنا، لو غوتاغ دو لونغاج، تأخر الكلام، ولا كل شيء لازم يتشخص مبكر. دونك دوك الاولياء لي بارون عندهم مسؤوليه كبيره، لازم ما يستهجاز، يفو با قال معليش خلي غدوه خلي طفل، ما لازمش تستهزا به. دونك هذه هي النتيجه اللي وصلنا لها من خلال دكتور. انا حبيت استاذ لابري نتكلموا برك 39 سنه في سلك التعليم، سمعنا كاين دي كلاس سبيسيال، كاين جمعيات راهي تكافح على هذا الشيء باش ولادهم يكونوا دون دي كلاس سبيسيال. انا حبيت نعرف، هل ترى الطفل هذا المصاب بالتوحد هذا، هل لازم عليه يكون في كلاس سبيسيال، ولا يقدر يقرا مع دراري، ولا هل في تجربه، احنا ماذا بينا تكلمنا خاصه على التجربه نتاعك، هل صادفتك يعني في التجربه نتاعك حاله من هذه الحالات؟ تفضل. شكرا استاذ يزيد، بارك الله فيك، وشكرا لك على اختيار هذا الموضوع، موضوع الهام جدا جدا، واللي راهو يقيس 80,000 كما تفضلت الطالبه المحترمه، 80,000 يعني عدد كبير، ولكن يعني عادي بالنسبه للنسبه العالميه، يعني 1% دو في لو موند، يعني في 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 100 واحد في العالم كاين واحد مصاب بمرض التوحد. احنا رانا شويه اكثر من 1%، لا رانا في اي 100 2% ولكن 2%. على كل حال شوف، انا من خلال تجربتي ومن خلال ما سمعت من السيد الدكتور والاخت، هو انه صارت لي حاله، هي في الحقيقه حالتين، ولكن حاله اللي كانت ظاهره، وحنا جانا تلميذ، انا كنت في المتوسط، كنت رئيس مؤسسه في التكميلي في الاكماليه، وجانا تلميذ من الابتدائي الى المتوسط، فلاحظنا الاسره التربويه لاحظت سلوكات غير عاديه لهذا الطفل، هذا يعني غريبه جدا، نو زيتيون يعني سوربري، يعني بصح سي كومام حاجه سي كراف، اذا كان جا طفل يقرا هذا هو المشكل الكبير، هذا هو ما على بالكمش، هذا لا هذا هو سي سا سي سا البروبليم، هذه سي ديبي دي زاني 80 الامور تبدلت شويه. ثم بعد نهضروا على ليفوليسيون، يعني كيفاش الناس كانت تشوف. نعم، دخلنا نشوفوا التلميذ، من بعد انا درت بحث، انا بطبيعه الحال بحثت شويه عن الاسباب وعن واش كاين، فاذا لقينا الطفل عنده سلوكات من هذه السلوكات اللي يتكلم عليها الدكتور، كان عنده توحد،
التوحد. لكن احنا ذاك الوقت يعني بكل صراحه ما كناش عارفين بلي هذا مرض يسمى بالاوتيزم والتوحد، لا انا كمدير ولا كالاسره التربويه. احنا واش درنا بطبيعه الحال؟ انا نتصل بالولي، ولي الامر. ولكن المشكل وراه في ذلك الوقت الاولياء حتى هم الاولياء انفسهم ما كانوش عارفين بلي هذا الاوتيزم. يقول لك شوفوا طفل عنده خلل، يقول لك عنده مرض عقلي اونتر كيمي، هذا ولا عند العامه وليدي عنده يعني مختل عقلي. ناقص شويه، ناقص شويه، وسيت اون فاتاليتي بالنسبه ليه، خلاص وليدي سي تيرميني، يبقى هكذا حتى يروح. اي نو. المشكل الثاني وراه هو التشخيص المبكر ما كانش كاين في الابتدائي. في الابتدائي ما كانش كاين مشكل كبير، لماذا؟ لانه عايش في قسم واحد مع نفس التلاميذ من السنه الاولى حتى السنه السادسه، هذاك الوقت يعني سي 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 زاني ست سنوات، وهو عايش مع نفس التلاميذ كذا، يعني والفوه تلاميذ تعودوا عليه وهو تعود عليهم، تقريب معلمه واحده تبع فيه، اذا التلميذ كان شويه يعني ما كانش فيه خطر على المجموعه او خلل، نقول ما نقولش خطر وانما نقول خلل. لكن لما جاء المتوسط شي تبدل عليه، تبدلوا عليه الاقسام، المواد، اساتذه جدد، حتى القسم اللي القسم جاو تلاميذ من جهات اخرى، من مدارس اخرى جاو للمتوسط، هنا ظهرت هذه بعض الاشارات، بعض العلامات. يا للاسف الشديد، يا للاسف الشديد، من بعد اتصلت مع بسيكياتر يعني صديق، واتصلت حتى مع المدير ومع المعلمين، تاسفت كثير، لان هذا الطفل كان من الممكن جدا لو في الابتدائي لما كان صغير اكتشفوا هذا الخلل كما كان يقول الدكتور سابات ريفرسيبل، اللي قادر يبرع. لكن الطفل هذا ما كملش الدراسه نتاعو للاسف. وهذا نرجع للسؤال تاعك، هو ان الطفل اللي مصاب بالمرض التوحد من المفروض انه يدخل الى المدرسه العاديه ويكون مع التلاميذ ويعمل معهم بصفه، ولكن بمتابعه يعني، ولكن بشرط، لا كاين شرط، اون كونديسيون، هو لما نكتشف هذا المرض وهو صغير في 3-4 سنوات، والاولياء يجيو ويتصلوا بالاداره ويقولوا لي ولدنا ها ما له، ما يعاني منه، هنا مع بعض الاسره التربويه والاولياء قادرين، ولكن بصعوبه كذلك، ماهوش بسهوله، خاطرش هذا لازم له اون بريزون شارج ان بو انديفيدياليزي، لازم نفهموه، لازم المجموعه التربويه تعرف شنو هو هذا الاوتيزم، كيفاش نتعامل معاه، كيف الاعراض نتاعو، وننجموا نساعدوه، ولكن قلت دائما بصعوبه ماهيش بسهوله، وينجم يتبع الدروس نتاعو والعلاج، العلاج اللازم اللي لازم له. درك هنا في الـ في الـ في, الـ في الجزائر وحتى في العالم، حتى في العالم، انا كانت عندي واحد بحوث هكذا بسيطه باش نعرف فقط، حتى في العالم وحتى في العالم الغربي عندهم مشكله نتاع تمدرس التلاميذ المصابين بالتوحد. عندهم مشكل، تلقى في اون ريجيون كامله باش يديروا، باش تلقى ان بوتي سونتر ولا اون ايكول سبيسيال وين فيها لا سبيساليتي تاع لي زوتيست. ولكن فيه اهتمام كبير اليوم في العالم، فيه اهتمام كبير بهذه الفئه، لماذا؟ لانهم عارفين بان العلاج ممكن. يعني انقاذ نسبه كبيره منهم باش يندمجوا في الحياه الاجتماعيه ويصبحوا مواطنين عاديين ممكن جدا. انا قبل كي الدكتور قال بلي سابوت ريفرسيبل، نعم انا رجعت لي الروح. لا لا صحيح صحيح، لا صحيح صحيح يعني. والامثله هناك امثله، كم من فنان كبير، ممثل كبير، وكان مصابا بالاوتيزم. لا قال لك كاين دي زوتيست في النازا يعني حالات خاصه يعني حالات بالضبط بالضبط، ولكن يعني 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 كاين قادرين يكونوا اذكياء، قادرين تكون عندهم يعبروا عن قدراتهم مثل الطفل العادي جدا، ولكن دائما نرجع للشرط اللي الاولياء لازم لما يكتشفوا هذا ياخذوه بعين الاعتبار وما يتقلقوش، ولكن يتبعوه يتبعوه باه يكون يدمج. كاين اخر حاجه ربما نقولها، احيانا او غالبا الطفل هذا المصاب بالتوحد يوصل للثانوي الاكمالي ويوصل للثانوي ما يبراش 100%، ولكن ما راهش يعني مصاب بحده. هذو احنا نقول لهم حتى ولو ما نجحش في الامتحانات، لانه عنده اهليه وعنده بكالوريا، وهذا وهذو سيدي باراج اللي ربما في يحدوا له
الحظوظ نتاعو في المسار حضور. في المسار هنا ما لازمش نعتبر بان مستقبلهم ابواب المستقبل تاعهم مغلوقه، لا، فيه فيه توجيهات اخرى، توجيه اخر اللي مثلا يروح يتعلم النجاره، هذا بعض الحرف ديميتي خفاف وصغار، ما يطلبوش مجهود كبير، ما يطلبوش، وينجموا يندمجوا ويولوا دو بون منويزيي، دو بون ابينيست، يديروا النقش، يديروا كذا، ومن بعد لما يولي ادولت ينجم يخدم وينجم كذا ويعيش في المجتمع كباقي المواطنين. شكرا 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 استاذ لادري. مرحبا بك مرحبا بك. إذن علاش خولة طالبة في بيوتكنولوجيا والصحة بجامعة باب الزوار ماستر دو كذلك؟ احنا حبيناك عرفنا باللي تعاملتي مع أولياء، تعاملتي مع، حبينا نعرفوا تكلمينا على تعطينا تجربة حية، كيفاش الأولياء عايشين هذا الشيء، وكيفاش يكومباني ولادهم، كيفاش يتابعوهم، كيفاش، وهل كانت هناك حالات اللي تكلم عليها دكتور وين كانت ريفيرسيبل، كاين دراري براو ولا عاديين؟ بدا بينا ولو كانت تكلمينا شويه على تجربه حيه هكذا. يعطيكم الصحه على الاستضافه بريمييرمون، دوزيامون اون ا كوتواي على جال بروجي تاعنا، اون ا كوتواي هاد لي بارون. Donc ce que j'ai pu voir à travers l'expérience d'Ali, c'est que les parents ils تقبلوا مليح المرض تاع اطفالهم. صح مع الاول سي هي الشوك الاولاني وهذاك هو شغل الشوك الاولاني، ومن بعد يتعايشوا والله غالب يصفون غيزون. Donc l'autisme il est pas très connu, ماشي معروف مليح مليح من طرف. Et puis il y a un tabou, il y a un tabou des fois تسيب دي بارون عندهم ان انفون اوتيست يخبيو ما يقولوش باسكو شغل حاجه، هذا هو المشكل. احنا ماذا بينا سي فولغاريزي سا دير وجون ما لازمش تحشم، فو با فوار اونت من وليدك ولا، باسكو لازم تداويه، لازم فوالا سا بو اريفي. يعني كاين دوكايا نقدروا نقولوا كاين دوكايا رانا في عصر جديد وين نقدروا لازم نتقبلوا هاد الاشياء، ولي بارون دوكا راهم دو بيز اون بيز يتقبلوا، اي برين تري بيان شارج لور زونفون، غير يعرف باللي وليدو عنده مرض التوحد، عند يروح لي رونديفو ديالو دو مانيير بونكتوال، يكون تما في هذاك المركز مع صباح، ميم اذا ما كانش عنده لي موايان باش يديبلاسا، اي سو ديبروي بور سو ديبلاسي، ويروح ويدي وليدو باسكو يحبوا يبرا ايتو. اكزاكتومون. ونشوفوهم عندهم واحد الشجاعه، واحد لو كوراج بوغ افرونتي سيت مالادي لا، راهو هنايا عمال واش لازم واش ما لازمش، عمالو بلي وليدو اليوم لازم ينخرط، دونك يل بوس ان بو بلوس ديباسي سي ليميت لا. داكور، اسكو شفتي دي بارون وين من خلال المتابعه تاع ولادهم والتشخيص مبكر كما يقولوا، وين شفتي بلي جاو دي بارون قال لك حنا ولدنا برا ولا ولدنا تحسن؟ بون ما نقدرش نقول وليدنا برا، ولكن يقولوا بلي وليدنا يفا بوكو ميو باغابوغ اسكيل ايتي، كاين تحسن في موان دو كريز، فوالا راهو دوكا يا بالك يلعب مع دراري تاع اللي قدو، راهو مقبل ما كانش ياكل، عندهم بارفوا عندهم اون سيليكتيفيتي في لاليمونتاسيون، دوكا راهو ياكل، دوكا راهو افضل. شكرا 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 شكرا. دكتور بالخلفة مراد راك معنا اليوم باش نتكلموا على مرض التوحد هذا، انا حبيت نبسط شويه للاولياء، ماذا بيا نتكلموا الطفل لوتيست اللي نرجع لهم شويه الامل ولا نفهموهم على الاقل، هل الطفل اذا كان يشخص بكري يعني نعرفوا بلي بكري عنده التوحد ويلي بري اون شارج، هل يفاتر سكولاريزي نورمالمون، هل يروح للتمدرس العادي ولا اذا كان التشخيص ما كانش مبكر، هل الطفل هذا يروح اون كلاس سبيسيال، وشكون اللي قرر هذا لو بيدو بسيكياتر، هل حبيت نفهموا الاولياء شويه باش ترجع لهم شويه الروح. يعطيك الصحه السؤال، سؤال جد انتريسون. دونك للتشخيص كي نشخصوه مبكر صافي دي راح نحطوه في دون اون كلاس سبيسيال. البروبليم اللي مطروح اللي هو الاطفال اللي يكونوا معاه L'environnement. Il y a eu un cas pour un enfant trisomique qui a fait une école privée. L'enfant trisomique qui a fait
جاو لي بارون تاع لي زونفون الاخرين قالوا لهم وكان فو نو غوتيغي با لونفون تاليزوميا ما تنحوش الطفل هذا المصاب بالتاليزوميا نحيو كاع اولادنا يعني باش تشوف بلي الناس ما يرحموش مرات وهذا هو المشكل سا سي تري امبورتون لونفيرونمون دون لوكال اي ليفولي هذا هو المشكل هو ماشي المشكل تاع لو مالاد تاع لوتيست المشكل تاع الاطفال المحيط لونفيرونمون المحيط وخاصه الاطفال اللي راه معاه لهذا السبب انا نقترح نقدم نداء لوزاره التربيه انه تدرج اقتراح اللي نقدمه اللي هو من تقليد على بالنا من تقليد بنا انه وزاره التربيه تقدم موضوع في كل دخول مدرسي جديد احنا نقترح انه تحط موضوع توحد ماشي للمرضى تاع التوحد بصح للاتفال اللي يكونوا مع مرضى التوحد يكونوا معهم خطر البروبليم هنا اللي موجود ماشي في المريض دونك حنايا الاقتراح وشنو باش يتقبلوا باش نفهموهم وشنو هو مرض التوحد لانه المحيط لونفيرونمون مهم جدا من اجل انه هذاك الطفل اللي يحس روحه بلي انتغري وداخل مع مجموعه واللي يتفهموه ويتقبلوه هذا هو المشكل دوكا في التشخيص كاين انواع تشخيص كاين تشخصوه مبكر دوك نسهلوا لانتيغراسيون تاعو كاين شخصوه ان بو روتار نحطوه في اون كلاس سبيسيال ومن بعد لانتيغراسيون تكون بطريقه تدريجيه هذا الاقتراح الاول الاقتراح الثاني اني نقدم نداء لاسره الاعلام منها الشروق انه دير لنا ان سبوت دو سونسيبيليزاسيون على لوتيزم على بالنا بلي لو 2 افريل سي لا جورني مونديال تاع لوتيزم تقدم تفهم للناس وشن هو لوتيزم وشن هما الاعراض تاع لوتيزم باش يفهموا وهكذا يتقدموا الى المصالح المختصه في المستشفيات من اجل التشخيص وهذا يسهل بزاف لا بريزون شارج لهاد المرضى شكرا 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 استاذ اذا الاسره الاعلاميه راح تاخذ هذا النداء بعين الاعتبار وحنا شخصيا رايحين مع قناة الشروق تي في ومجمع الشروق راح نديروا حملة تحسيسية إن شاء الله باش نحسوا الناس لهذا المرض إن شاء الله باش أولادنا يكونوا تحت جناحنا ويعيشوا مرتاحين إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هذه تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا سلام نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان